وين ما قعدت؟ يرد عليكم بالصحة والعافية، سلامة الأهل والحبايب والضروع. إن شاء الله إن شاء الله رمضان جاي تمثال. هاي يعني ما تستاهل نسويها دعاء، يعني شيء حتمي إن شاء الله. أوكي؟ ما عندنا تمارين ولا تحلى خامسة؟ اللي المفروض تحاليها. نعم دكتور. اللي هو أصلا ما كتب. بس ما كتب، ما أنا عادي يعني إتس أوكي. ما أجبر أحمد على شراء كتاب. بس على الأقل عندك بي دي إف، موبايل، آيباد، شيء. يعني أنتوا على مود، مو على مود، على مود كويس. يعني إذا نحل فد نقطة أو نشرها شلون؟ ها؟ منو مصفر مش ما عنده؟ لا كتاب ولا بي دي اف ولا هذا ولا هذا. احنا متفقين سابقا انه من نحل التمارين نحل مبني عليه المختلفات، اوكي؟ نحل نماذج. وصلت؟ السلام عليكم. انا جعفر عجاب. حبيبي. المبادره نوع القاعه. هذه نسولف فيه. اللي هو اسمه الباترنز، الباترنز قلنا هن الانماط. علاقه الفعل. اوكي من جمله تحتوي على اكثر من فعل، شنو علاقتكم بينهم؟ شلون نربط فعل ويا فعل؟ اوكي يعني ما لنا علاقه بالجمله اللي بيها فعل واحد، كل موضوعنا هو عن الجمله اللي بيها فعل. تو فيربس. اوكي فاكو طريقتين، يا اما نربطهم باستخدام تو زائد انفينيتيف. انفينيتيف قلنا هي شنو هي انفينيتيف؟ مجرد خالي من اي اضافه، مو؟ او ماكو هاي التو بيناتهم مباشرة، فعل زائد فعل واحد ورا الاخر دايركتلي، لكن الفعل الاخير يصير بي اي ان جي. اوكي نبي نمطين من هالمات. النمط الثالث والرابع انه تقريبا خلينا نقول خليط منهم. يعني النمط الثالث هو اكو كلمات او اكو افعال تقبل النمطين بدون تغيير بالمعنى، مثل ما قلنا ات بيجان رينينج. شنو يعني ات بيجان رينينج؟ انها بدات تمطر. بدات تمطر، او نقول ات بيجان تو رين. شنو ات بيجان ترين؟ هم انا بدات تنطر. فمن يصير عندنا معنى ثابت بدون تغيير يصير عندنا النمط الثالث اللي هو النمط اللي قبل فيه النوعين. اوكي النمط الاخير كان كلش سهل، اللي هو عباره عن فيرب زائد بريبوزيشن. قلنا بريبوزيشن هو حرف جار. اوكي زائد فعل بي اي ان جي. واجهنا جمل اذا نغير بها نمط يتغير لنا معنى، فغير نمط غير معنى. يعني عكس began raining نفس المعنى ما تأثر. اكو كلمات من غير النمط غير معنى، مثل قلنا I like going to the cinema او نقول I'd like to go to the cinema. تذكروا هذا المثال I like going to the cinema هو بشكل عام انا احب اروح السينما. I'd like to go to the cinema هو بشكل خاص يعني هسه حاليا يعجبني اروح السينما. اوكي راح نشوف هواي امثله توضح هذا الجانب. بالاضافه الى الموضوع الاخر اللي اخذناه هو الويل والجوينج تو اللي هم راح نحكي عليه كلمه. اوكي بس حاليا عندنا انفيتيف زائد اي ان جي. اول حالتنا الاولى حالتنا الثانيه. شوف الاولى عندنا اي انجوي فراغ اللي هو ذا بيقصر ووك ان ذا رين. هو ايش حالها؟ خلينا هو walking يعني حاطين له فعل with ing. زين ليش ما قال؟ ليش ما استخدم النمط الاول؟ احنا عندنا نمطين، نمط بال ing والنمط الثاني او التو زائد infinitive. يعني مكان ما walking صار to walk. اوكي؟ نجردها من الاضافه يعني نحذف ال ing ونحط لها التو. فهو ليش استخدم هذا الاسلوب؟ ليش قال I enjoy walking؟ ليش ما قال I enjoy to walk؟ in the rain. يعني enjoy دائما ولا هاي انجوي. صح؟ اي صح. الانجوي دائما ولا هاي انجوي. الانجوي ما تقبل هذا الاسلوب تو. I enjoy to walk. ماكو I enjoy to walk. I enjoy walking. I enjoy reading. I enjoy playing. دائما يجي هيك الاسلوب مالته. اكو افعال عكسه ما تقبل الاي انجوي. يعني هذا الانجوي حصرا يقبل فعل وراء اي انجوي. مثل العكس تعرفون؟ اكو افعال عكس
عكس فعل enjoy. ما يقبل ing بتاتا، لازم يجي وراه to. الوانت مثلا I want to go, I want to eat. اي والله I want to eat. I want to drink. مهم؟ قوة تصايم. كذلك عندنا الهوب، أأمل. I hope to be a dentist. I hope to be an anesthesiologist. أوكي؟ أأمل وأنا. ذي دائما يجي وراهم تو. زين، بعد عندنا منو؟ سي. سي؟ سي سي. شنو يعني سي؟ تو سي يعني. تو سي؟ لا يعني قصدي فعل مثل الوانت والهوب وعندنا الجوينج. هم أنا جوينج تو، دائما جوينج تو. أوكي؟ الوانت والجوينج والهوب. هنا ثلاثة. الوانت والجوينج والهوب. لأن دائما وراهم تو زائد مصدر. أوكي؟ لو مو أوكي. أوكي؟ الانجوي شنو؟ وراها عكس. الانجوي وراها فاينج. هذا شيء سهل يعني. راح يحل لنا النقاط البطيئة عن طريق هذه المعلومة. أوكي؟ شوف مثلا نمبر 2. Would you like to have something to eat? أنا أحب كلمة ليش دائما أحب كلمة ليش يعني أنا ليش خلونا to have؟ ليش قال would you like to have؟ يعني إحنا بعد نحل زائد كلمة ليش راح نعرف نحل يطبع براسنا أكثر ما نحل على الجاهز. ليش أنا خلانا شو نعمل؟ ليش أنا قال to have؟ Would you like to have something to eat؟ هذا هو كذا حل. فاين ثانك يو عيني. فاين. Would you like having؟ ليش قلت to have؟ Would you like having something to eat؟ ليش قال would you like to have؟ انت يعني انت ترد تقول تبارك الحال بس ما تريد تحكي بها شنو؟ بها ايد؟ وين الربط؟ بنكر؟ سهل ليش عندنا انا قال تو هاف ليش ما استخدم هذه؟ ادري صار مين؟ لا ما اعرف. لانتو؟ لا مو هي انتو هو خلاها تو هاف خلاها نشيلها ونخلي هذه. صارت انت؟ من قال؟ تسال كفرت بالانجليزي. كيف نسوي هذي؟ I'm waiting ما تستمرارية. I asked her something. جعل بوكس. سؤال. عين شباب. ليه شنو؟ جعل سؤال. لأن بها with you. صح. سمعت تعلم من بعد. لأن بها with. شوف. هذا السؤال. يعني إحنا قلنا عندنا specific preference وعندنا general preference. عشان ما سمعين. إحنا مو قلنا عندنا سؤال عام وسؤال خاص. أوكي؟ هذا نوع سؤال خاص. هذا نوع سؤال خاص. إيش تريد تأكل هسة؟ أوكي؟ السؤال الخاص. سمك عطش. السؤال الخاص لازم نستخدم به would you like to يعني نستخدم به هذا نمط. نستخدم به نمط أبو الود. هو أبو الفيديوز هذا الفيلم. أوكي؟ هذا من يكون السؤال خاص، من يكون السؤال عام نستخدمه هذه، نستخدمه الـ ING. أوكي؟ أوكي؟ بس احنا بنمثل أسراب، يعني هذا خاص بدون من مروخ هذا المثال. زين وين دوكا؟ هذا السؤال هذا؟ لا أقصد دي يو ثاني كلام. دي يو. مو دي يو. Okay.
اليوم اكو تخفيضات مال درجات، اللي يشارك حتى يسجل اسمه. نمبر 3 من حلنا I want a thermal TV. ليش I want to see؟ لأن want إجوا رات two. الwant إجوا رات two والhome. إجوا رات two. I want to see. زين. نمبر 4. الشباب والله والله حلو شباب كثيرين. I'm going to go to the house. خلنا نشوف الايدين ماذا شو يعني رافعين ولا تفكرين انا رافعين تو يعني تو لان اي بيجن تو لان انجلش وان اي واز 7 بدات اتعلم اللغه الانجليزيه عندما كنت في السابعه شلون؟ صار ثلاثة اوكي؟ صار ثلاثة يعني شنو ثلاثة؟ لأن فقط شنو ثلاثة؟ يعني ليرن وليرن يعني صار I began to learn what صار I began learning اوكي؟ نمبر فلور ثلاثة ثلاثة ليش؟ من وين هي القاعدة شنو وين؟ الوين؟ لا لا ما له علاقة بالوين هذا هي مالت الوين والواي مع سؤال؟ كيف الوين والواي؟ ليش هذا رقم الاثنين؟ ليش هي؟ بيك؟ لا ما لا ما لا لا شلون؟ الفعل يقبل الامرين اي اوكي الفعل يقبل الامرين هو ليش قام يقبل الامرين؟ الجمله ليش قبلت ال لا عيب الخاص والعام هذين الجمل اكو يعني هن الست فيرست ازواج
كل واحدة لها شبيهتها بالمعنى الظاهر والمعنى الخارجي. يعني مثلا عند would you like to watch TV؟ وعند ما تشبهها به do you like watching TV؟ هذا هذا نفس المقال ثلاثه نفس الفاعل اللي هو يو ونفس الفعل اللي هو لايك ونفس الفعل الثاني اللي هو واتش ونفس المفعول به اللي هو تيري. بس بالواقع اكو معنى اختلف المعنى. بالتالي الجواب مال هذا السؤال لازم يختلف صح؟ زين هسه خلينا نحلل الاولى والخامسه حق ما ضبطها ان شاء الله. ثلاثه اللي ناخذ التيم خلينا الاولى اللي هي تقول would you like to watch TV؟ زين هذا سؤال خاص لو عام؟ يعني هذا السؤال ليس عن شيء بشكل عام. بشكل عام شاهد الفاز؟ لو عن حدث موقف تم نسبه خاص عام؟ خاص خاص شلون عرفت؟ عام؟ لا عام خاص 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 ليش؟ ود ود يو يعني لا خلاص العباس هذا 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 النمط اللي هو بي بي ود لايك بي ود وبي تو زائد الثلاثة شوف هاي تو زائد مصدر مجرد خالي من الإضافة ود تو فعل خالي من الإضافة معناها هذا الجملة مرتبة خاصة أوكي عن موقف موقف مؤقت مو موقف عام. زين بالتالي الجواب ما بده يكون Would you like to watch TV؟ ايش تختار انت؟ A. C. 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 الـ A اللي هي yes especially films and cartoons. مو؟ ثاني شيء ركور؟ C. 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 No, there's nothing good on tonight. ما شاء الله. اليوم ماكو شيء حلو يستاهل نشوفه او ماكو شيء يعرف حتى نشوفه. فبهي الحالة شو الجواب؟ C. 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 ليش؟ لأنه سؤال أسئلة يعني الجواب لازم يكون أسئلة. جواب؟ اعتبر عندنا tonight. عندنا كلمة tonight. مو؟ إيه. هو السؤال بيحكي عن شيء مؤقت. فجواب لازم يكون شيء مؤقت. أوكي؟ هذا الجواب مال سؤال عام. إيه أنا أحب التلفاز أنا أحب أشوف أفلام وأفلام كرتون. أوكي؟ بينما هذا الجواب هو جواب مؤقت. يعني شنو مؤقت؟ يعني تونايت تونايت ماكو شيء حلو بس يجوز باكر بس ماكو شيء حلو يجوز يقوي يبقى الجواب. اوكي؟ هذا الكلام. بالتالي يعني النقطة الخامسة Do you like watching TV؟ يصير حلها؟ اي طيب اوكي؟ Do you like watching TV؟ Watching؟ خاف من درجة نايم والدرجة تحت وانت صايم هذا تخوض بعض واحد تربي بعد عن عن قريب عن الحاجب نفسه قريب عن القلب نفسه الحاجب تخرب بالتالي do you like watching TV راح يصير yes especially films and cartoons. زين من يحل لنا الواحد كتشر من هو النشر مالتكم؟ شوف عندنا هذه do you like شباب جاي do you like parties شو هي parties do you like parties وعندنا would you like to come to a party on Saturday تريد تيجي الحفلة يوم السبت اوكي يعني واحدة يسموها specific محددة مؤقتة واحدة جنرال سؤال عام زين هسه خلينا نحل هذا do you like parties الغرض من هذا التمرين انه يراوينا في حال غيابنا من الاسلوب اوكي من النمط غير المعنى المعنى الداخلي المعنى اللي ما وراء الجمله اوكي do you like parties ايش تختار بتهني دي دي قروه زين do you like parties تحب الحفلات دي 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 من يزود دي من عنده غير حل؟ دي تربية دي وش تقول؟ دي دي علي؟ لا لا دي يس هاي لفت وات تايم اي احب اروح ليش؟
مغص صايرين وغاني شاكين. ها شباب شو تقولون؟ كلهم خيرين. دي زين مختارنا ولا دي مختارنا ولا مختارنا؟ دي بعد دي عندك شو يسمونه اعتقد شن تعرف شلون تفهم دي اوكي. I'm afraid I don't ما يفهم بالحفلات ليش؟ I think they are noisy. شو noisy؟ ضوضاء صاحبه مو ضوضاء. There are too many people. هذا سؤال عام. تحب الحفلات؟ لا ما احب لان انا دائما الحفلات شيء مهم. صح باطل زين الحالة انا مرسل شو جاوبه؟ بي جوهر تريد تجي يوم السبت عندنا بي يس اي لاف تو وات اي انا جاي مساعد كيف وضحت الله على اللي افضل من الكلام ترى هذه راح تشوف وضحت انت هدبي واضح بس بخير واضح ها شباب واضح نعيد واحده لون حلو واحده ثانيه تحب واحده جديده؟ شوف عندنا احنا اللي بنعملها النخلات عندنا do you like chips؟ تحب تشيبيس؟ هاي بالعراق تشيبيس chips ف do you like chips؟ أو عندنا would you like something to eat؟ خل حد هذه ما طول مشروعي. Would you like something to eat؟ هل تودون أن تأكل شيئاً؟ هذا سؤال خاص وعام. خاص خاص خاص. سؤال خاص. سؤال خاص. بس دوس بريك اوف. اول شيء لازم نتفق انه هذا السؤال هو سؤال جنرال بس بس خلاص 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 خلاص. زين وماذا دي يو لايك تشيبس؟ عاص الجواب مالت بي هو مهم جدا اوكي
احنا نختار لو هذا فوق هذا الاختيار وهذا الاختيار. لكن هذا جدا مهم. هذا مهم. اوكي؟ هذا مهم. احنا هني راح يحدد السؤال مالنا. واضح؟ تهم شيء بالامتحان؟ تقرا السؤال كله، تقرا يعني مو نسوي واضح. اقرا وكمل يا اوكي؟ هاي اولا. ثانيا اتمنى انه احنا ما نحل بخاطر الامتحان فقط. اوكي؟ حتى نتعلم. اكثر بين ما نحل التمارين اللي نبحث وبين ما نحل التمارين حتى نتعلم. الاولى مؤقتة، الثانية دائمية. اوكي؟ زين شوف نمبر 1 عندنا would you like a drink؟ وعندنا do you like a drink؟ وهاي ما شوف الاخر. تشوفون هذول ما سووها؟ اوكي ليش انا اختار ابن هذا؟ ما اختار هذا؟ سؤال خاص. ليه شنو؟ سؤال خاص. سؤال خاص مو؟ شلون عرفنا سؤال خاص؟ الجواب عندنا يس بليز اي هاف ان اورنج جوس. اورنج جوس عصير؟ جوس برتقال؟ جرش؟ أنا مكاني يم العصاير بالفطور. وأنا ما أحب أشرب عصير بالفطور، أنا قليل. بس صبرنا صبرنا ما يجي. هو يعني ما يهمني أنا هو أكبر من كلهم فأني يعني متكفل بسالفة الصبر. طبعا مكاني يم الخبز. يم الخبز؟ إي والله أصعب من هذا التكاليف. لا يهمني. طلع بس طلع. ده الناس مش يكون عليهم خطورة يعني. حوافي يسكتون. تعويض. فنرجع. عن قبل الجواب عرفنا السؤال فمن يحل لنا الثاني؟ Do you like your teacher؟ أو عندنا Would you like your teacher؟ خذ الجواب Yes she's very nice. بهالحالة شو نقول؟ Do you like your teacher؟ بشكل عام تحب الأستاذ مالته؟ أوكي؟ زين مثلا نمبر 4 شوفوا نمبر 4 من يحل لنا هذه الاسماء اليوم حروف Do you like swim؟ تحب السباحه؟ من يحب السباحه؟ ما حد يحب السباحه؟ عندي زي من يعرف يسبح؟ بس مو بالدوش بالمسبح عندنا do you like swimming؟ وعندنا would you like to go for a swim؟ would زين انا نجي الجواب صح نلقى؟ what a good idea؟ ايش كيف what a good idea؟ الفكره يا لا لا من فكره مو؟ it's so hot today اليوم موت حار فبهالحاله شنو؟ ايش تختار؟ would you like؟ would you like to go for a swim؟ عاشت ايدك خوش فكرة جو يوم حار اوكي؟ سهلات وصعبات يعني بدنا نصرف هواي وقت عليهم الورور جوينج تو صح؟ تتفق يا ابن ادرك؟ عندنا وين وين جوينج تو؟ زين شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين جوينج تو؟ إن ثيابك المستقبل يعني سهلة أني كشخص عراقي من أسولف ويا شخص عراقي آخر ما أبقى أختار له مرة جوينج مرة والله واقع كله والله 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 صح؟ هذا سؤال زلكاني العلاقة بالإلهية والوجود. الوضع يعني سوف. أوكي أو سأي سأ سأذهب سأفتح الباب سأقرأ. أوكي أنت طبعاً ما عندك سأقرأ هاي كلمة شايفة مطرش. الوضع قامين في الاثنين من الأدوات. مستقبل. لا بالعكس. لا والله زين يا طارق
مستقبل بعيد ومستقبل قريب مثلا، احنا عندنا مستقبل بعيد وقريب، سوف اذهب، سوف اتخرج، وعندنا ساكل، سافطر، اوكي؟ هم عندهم مستقبل مع تخطيط مسبق، وعندهم مستقبل آني، مستقبل فوري، مستقبل لحظي، اوكي؟ اللحظي والفوري والدامي والعفو المؤقت هذا يسمونه الويل، اوكي؟ الويل، I will go. الجوينج تو يسبق تخطيط، يسبق خطوات، اوكي؟ مثلا نمبر 1، احنا نمبر 1. نمبر 1 اكو واحد اي وبيده يسولفون. كله why are you working so hard these days؟ ليش هي انت تشتغل تبغى تفتح محلك 24 ساعة؟ فالجواب الثاني قال because I will buy يعني I will buy no because I am going to buy a new car. I am going to. شلون قاسم؟ مخطط لهذا الشيء مو؟ فالأداة المستقبلية مع التخطيط هي الجوينج تو. فبالحالة نقول I am going to buy a new car. اوكي؟ زين. زين هذا أقول I will buy a new car. صح لو غلط؟ تبقى مستقبل؟ تبقى مستقبل مو؟ بس يعني احنا من عرفنا انه اكو فرق لازم نستخدم قبل صح؟ بس في حال مثلا مرت فد مده على هاي المعلومه ونسيناها اتس اوكي انه تقول اي ويل باي عادي يعني ما تعتبر كفر لا بالامتحان واحد ما نسولف عن امتحان بس هو الحل قبل مكتوب دحش بشكل عام انت مثلا باكر عقبه عندك مقابله شوي ويا شركه اجنبيه وتقول له كله اي ويل اي ويل اي ويل ما تقول له قبل مكتوب عادي مو معناها يعني انت ترتكب جريمه اتس اوكي يبقى مستقبل هو اوكي ما دام انت لغتك الام هي مو اللغه الاجنبيه مو اللغه الانجليزيه بهالحاله لن يعتبر ان اخطاء اوكي ما يعتبر ايرور يعتبر مستيك وكيف فرق بين الايرور والمستيك المستيك هو شيء غلط الايرور هو شيء كبير لا من تفتح اوكي زين المثال الثاني اللي تشوفوه لو صعب اول مثال ثاني نحله حتى نفهم أنا بعد القاضي. إيه. أقرنها وبعدين الواحد يرفع يده بدون قيل الحل بدون نقاش. شوف إحنا عندنا نقطة ثانية اللي هي أي وبي وأي يعني فلان وعلان فلان وعلان ده الفرق. أوكي. هنا عندنا اختيار وهنا عندنا اختيار وهنا عندنا اختيار وهنا عندنا اختيار. لازم عن طريق السياق عن طريق يسموها القرينة هو سياق الجملة نعرف الحل إيه تسولفون أنتم أنا صايم وتعال ممكن باي بعد نسيت باي بعدين صار تناقشون بالحل ولا تسولفون مواضيع خارجية؟ التحلقات بس. لا عندي ولا اي
دكتور سو هاو يو جوين لان عندنا يعني لازم اقرا لا لا لان عندنا بعتبار بعيده مستقبل بعيد مستقبل بعيد ايه بعتبار عيد ميلاد جاء خطط يعني خططت يعني صراحه جوابا لازم اسوي تصويت جواب يقول بالضبط اوكي جواب يقول what are you going to buy باعتبار البيرثدي هذا تخطيط فلسا اول شيء صوت على الوضع من يقولون هو حتى ما نرفع ميلون نرفع ايدك من يقول ول انا راح اصوت حايد يعني ما رفع ايدي شيء ول لا اللي يقول ول رفع ايدك من يقول زي وين قوي زي وين ما رفع ايدك هذا محايد محايد هو بما انه بارده شوف خطط له غير يعني يعني مبدئيا احنا متفقين انه فلان وعلان اثنين بيعرفون ميلاد جيل شخص صح يعني موعد ميلاده سيادتهم يعرفون والدليل هذا واحد هو يعتبر تخطيط انه هم حافظين تاريخ مواليده بالدليل انه بيشترون هديه اوكي فهذا السؤال هو بالواقع لكن بيحسن التخطيط اوكي باعتبار فرده يعني خط طول ولا ما خط طول مع التخطيط يعني فرده مع التخطيط فبهالحاله راح اختار شو اختار جون اوكي هسه نرجع للمعنى قال له صح تشتري لها قال له اشتري لها سيدي ايش قال له هاي She hasn't got CD player. شو CD player؟ يعني مشغل خاص. مشغل ملا خاص. يعني هو كان ده يخطط يشتري لها CD. قال له تعال عود. ترى ما عنده مشغل CD أصلاً. يعني راح يصير CD هدية فاشلة. صح؟ فجاوب بيه. إيش قال له؟ I will buy. يعني خربت مات الفكرة. I'll buy. I'm going to buy her a book. لازم تسيبي كنسل راح اشتري لها كتاب. ليش تختار؟ والله going. Yes. Well. ليش؟ ما خطط. يعني يشوف لي هاي يقدر يجيب لي يعني مو. بس اللي تختار يعني ما خطط هو كان محضر السيدي طلع عنده ما عنده سيدي بلاير قال ها قاعد اشتري كتاب. يعني هاي تفكير لحظي تفكير راني اوكي؟ ما مخطط سابقا انه في حال ما عندها سيدي يشتري لها كتاب. اوكي؟ هي بهالبساطه بس يعني خاف انتم ما اعرف شلون سالفه يعني معنى ممكن المعنى يخونكم في الامتحان. ان نجيب النفس ان شاء الله. اوكي؟ نجيب النفس. فانت اهم شيء تقرا الحوار كله هذا الدايلوج تقرا اي وبي واي وبي تكمل 10 مرات سياقها كامله. كملها يلا تحب. حتى تعرف سياق الجمل. إن كانت بها تخطيط ما بها تخطيط إن كانت خاصة عامة أوكي إذن كلنا أفهم حلوين بعد لكم سؤال استفسار شو سؤالكم